صباح الخير البنات، كي دايرين؟ كلكم مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال انتم والعائله ديالكم. فمن بعد هذه الغيبه الطويله قررت انني نرجع اليوتيوب ونحاول نشارك معكم يوم من الايام اللي كندوزو في الحجر الصحي، اللي هو بيان سور مصلحه لينا كاملين ولوليداتنا والبلاد ديالنا. كنتمنى اي وحده كتشوف لا فيديو ديالي تلتزم بالاوامر اللي عطاتنا الدوله، باش ان شاء الله نحدو من هذا الوباء وما يزيدش ينتشر في البلاد ديالنا، وان شاء الله نخرجوا من هذه الحرب باقل خسائر لا ماديه ولا بشريه، وربي ان شاء الله يحد لينا الباس ونكملوا حياتنا الطبيعيين والله يهدينا. فمن بعد هذه المده اللي دوزنا في الحجر الصحي، انا اليوم خرجت تقضيت بيان سور غير داكشي اللي ناقصني، وسورتو ان التشهى والحوت، وبغيت ندير لهم بسطيله، فقلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. فخليكم معايا شوفوا المراحل. خديت الكالامار، خديت غير نص كيلو، خديت 250 غرام ديال لي كروفيت. انا كناخد هاد لي كروفيت هكا كوي 130 درهم الكيلو، خديت منه غير 250 غرام. ممكن نقشرو هكا، نتوما شوفوا تبارك الله الحبه قداش. هذا انا كيعجبني حسن من داك الاخر رقيوق. خديت نص كيلو ديال الغوكا، درت هنايا الفيرميسيل بكيه صغيره، درت عليها الماء وصفيتها. هنايا درت زيتون خضر، درتو في المطايب باش يحيد منه ديك الملوحه، وهنايا خلاص القزبر ومعدنوس. المهم هنايا وجدت الحوت كامل، درت هنايا كي قلت لكم 250 غرام ديال لا كروفيت، هنايا نص كيلو ديال الكالامار، هنايا نص كيلو ديال الفرخ. صافي هادشي اللي غادي ندير. هنايا درت الزيتون خضر وقطعته، والحامض مصير حتى هو قطعته، وهنايا درت الربيع. دابا اللي بقى لي هو الثومه، غادي نديرها حتى هي صافي. باش غادي نبدا نشحر هذا الحوت، كي قلت لكم صافي غادي نشحر الحوت، نخلي الحشوه تبرد وعاد ديك الساعات نعمر الوشقه. صافي ها هو كي قلت لكم انا كلشي واجد. اللي زدت هما لي شامبينيون فخي قطعتهم، حسن كيجيوني فخي حسن من ديال لابواط. صافي ها هو كلشي هنايا واجد. الفيرميسيل ها هي واجده، الهريسه غندير غير الملحه والابزار الخرقوم وسكينجبير وبيان سور الملحه. صافي وهادشي ها هو هنايا واجد. وعندي المقله هنايا هي اللي غادي نشحر فيها كلشي. اول حاجه بديت بها هي درت الزبده في المقله. صافي غادي نشحر هاد لي كروفيت، غادي نشحرهم، غنزيد عليهم طريط قد الملحه ولا بزار. بالنسبه للملحه ما تكثروش الملحه بزاف، حتى يعني حتى تخلطوها كامله وتذوقوها. الا جاتكم شويه ملحه زيدوا الملحه، ما جاتش مالحه هي هذه، لان الزيتون مالح والحامض حتى هو مالح. هنايا زدت عليهم شي شويه ديال الثومه. هاد لي كروفيت كيما شفتوا راهم ديجا كويت، غنزيد غير غادي يتسوطاو هكا في الزبيده صافي، وغادي نحيدهم. ها هما لي كروفيت حيدتهم، درتهم في هذه الصفايه فاش يتصفاو باش ما يبقاش فيهم الماء. في نفس المقله غادي ندير الكالامار، زدت عليها زبيده وغادي نزيد الكالامار. بيان سور الحوت راه مغسول مزيان، صافي حتى هو غادي نزيد عليه تويمه فاش غادي يتشحر ولا بزار. طريقه ديال الملحه صافي، وغادي نبقى هكا حتى غادي نطيبو. صافي الكالامار حتى هو هو طاب. كما كتعرفوا الكالامار ما خاصوش العافيه مجهده، وما خاصوش يطيب بزاف كاين كيقطع. في نفس المقله عاوتاني زدت الثومه، الابزار والزبيده، ودابا غادي ندير لا شامبينيون. اليوم حتى هما يهبطوا واحد شي شويه.
ها نتوما لي شامبينيون هنايا كنحاول نعصرهم باش هاد الماء ديالهم هو فين غادي نطيب، فين غادي نطيب هذاك الغوكم. ها هو الماء هنايا صافي، غادي نحاول هاد لا شامبينيون اللي خدنا هكا باش تبقى لي هذيك الميه فيها نطيب. نورمالمون الغوكم ملي كتكون كميه كبيره ديال البسطيله كنديرو انا في الفران، ولكن دابا حيت كاين غير شي شويه داكشي علاش غادي نديرو في المقلة. صافي غادي نزيد عاوتاني غير شي شويه ديال الزبده وغادي ندير هاد الطرف هكا وغادي نطيب فيه. غادي نزيد الثومه اللي بقات لي صافي وغادي نبقى هاد الفحرة ديالها في التحرك باش ما يلصقش. غادي ندير له لابزار صافي هنايا راه طاب، غادي نحيدو حتى هو نديرو يقطر مع هادشي هنايا. دابا هنا من بعد ما درت الحوت كامل كي كتشوفوا ها هو هنايا هبط، كيهبط هذاك الماء، هذا الماء هو اللي غادي نشحر فيه الفيرميسال. صافي هنا درت الفيرميسال وغادي نزيد عليها هاد الميه هادي وغادي نشحرها مزيان. صافي هنايا الفيرميسال راه تشحرات مزيان، شربت هذيك الميه ديال الحوت. صافي غادي نديرها حتى هي في هذاك البانيو. صافي هنا اخر حاجه بقات لي غادي نشحرها، غادي ناخذ عاوتاني زبيده هكا و غادي نذوبها. غادي نزيد عليه صافي اخر حاجه غادي ندير هي غادي ندير نزيد الزبده وغادي نشحر هاد الزيتون وقزبر ومعدنوس. المهم الربيع غادي نشحر هاد الزيتون والحامض صافي غادي نشحرهم مزيان ونزيدهم على الشيء الاخر. المهم الزهر اللي عندي تبارك الله خمسه عليا، جاتني البوطات سالت لي مع التشحيرات ساليه. صافي غادي نكمل معكم هذه الفيرميسال كما شفتوا، زدت عليه هذاك الزيتون وهذاك والحامض مصير. دابا غادي نزيد عليها الحوت اللي درت كامل الا الغوكان هو اللي ما غاديش نزيدو عليها دابا، غادي نخليه حتى التالي وعاد كنفرشو على بسطيله. المهم هذه هي بسات لا صغيره يعني غير الاربعه ديال الناس، ماشي بزاف كما شفتوا هكا. غادي نزيد عليها الهريسه، غنزيد عليها شويه السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، ونزيد شويه ديال الابزار، وغادي نعصر فيها الحامض. صافي هنا درت فلفله حمراء، سكينجبير، شويه الخرقوم، هذيك الهريسه، هنايا عصرت واحد الحامضه. الا دعاء ما طلعليش القطه هنايا، شو القطه هذا؟ شو لا 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 غتقيس ليا في الحوت كامل غادي. شو نينا يلا سيري نغسلي يدي باش نكمل. سيري واخا راني عاد دوشت لها، كاين ضروري خصني نغسل يدي عاد. شو القطيطه ديالي كتحمق. يلا صافي يلا سيري. صافي انا من بعد ما غسلت يدي انتما كي كتشوفوا، غادي نخلط هاد الشيء كامل مزيان وغادي نخليها تشرب هذيك العطريه لو طون اللي نيت تبرد، عاد نجي باش نعمر البسطيله. انا في هاد الوقت غادي نلبس حوايجي، غادي نخرج نمشي نجيب القطه الماكله حيت نسيتها قبل ما دير ست العشيه. راكم عارفين سته كيحبسوا الخروج، يعني دابا خاصني نخرج ضروري عاد نجي نكمل.
صافي دابا غادي نخرج ضروري الورقه ورق الطوموبيل غادي نهزها كليل واهم حاجه طاحوا لي الوراق اهم حاجه انا يعني ملي بدا كنتش كندخل معايا الصباط اللي خرجت فيه ما كنعاود ندخلهم وليت كنخليهم هنايا حتى الباب كما كتشوفوا هذا هو باش خرجت الصباح غادي نلبسها ما كندخلش كاع الصباط اللي خرجت بهم ايوا صافي خرجت هكا اوبس غنديرها بالورقه نسيت لاكا لا ما جبتهمش بارك الله كاينه الشمس 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 موت ديال الصاد الصباح خرجت ولبست المونطو والله ما بقيت قدرت نخرج به صافي مشيت وجيت بالغا خديت لي قطيطه ماكله خديت لها دي كروكات بيان سور نحطو الصباط في الباب هاد ندخلو الدار ضروري خاص ديما تكون الروينه تبارك الله شكون اللي طالق الموسيقى مجاده ريتا يلا جلس المهم ضروري الروينه بلا ما تشوفوا بنتي المهم حتى حاجه ما في بلاصتها كلشي مقلوب لا كويزين مرونه بيان سور اول حاجه غادي كنديرها من بعد ما كندخل انا درت الدويره في الصالون كيما قصدتي شي حاجه بيان سور التليفون غادي نعقمو غندير غير بزافيكتو صافون وخا ما قصدت حتى شي حاجه حليت الباب ديال الطوموبيل لاسانسور راكو شفتو حيت كيفاش حليتو المهم هاكا حيت من هنا غادي ندخل لاكويزين نيشان غادي نحيد حوايجي وندخل لاكويزين دو توت فاسون خاصنا ندخلو نغسلو يدينا صراحة ولا عندنا الخوف هاد كورونا لأن أي حاجة كنقيسوها كتقول ليك ما فيها إلا تقضيتي خاصك لي جبتيها تغسلها مزيان القراعي ديال الما يتغسلو قبل ما نشربو القراعي ديال المناضة الياغورت كلشي كلشي ولكن ما عندنا ما نديرو خاصنا الوقاية باش بلا ما نوصلو الله يسر لشي حاجة لي اللي من بعد الله يستر الله يحفظ صافي وانا هاد الفويطات هادو صغيرين هادو واخداهم من ايكايا هادو نخليهم غير ليدين صافي كنمسح فيها جوج مرات كاع لو ماكسيموم كنلوحها واخده هذاك الباكي واقيلا فيه 8 عندي دو باكي يعني بحال عندي جوج في النهار اللهم هما هكا صغيرين كنخليهم غير ليدين صافي كنعلقها هنايا غادي نمسح بها عاوتاني من هنا لليل صافي وغادي نلوح دابا نمشي نبدل حوايجي ونمشي نكمل لكم بستايله صافي هنايا دابا عندي كلشي واجد انا غادي نديرها غير في هذا لو بلا هذا ما نديرهاش في الطبسيل الكبير اللي غادي نحتاج مازال غادي نزيد شويه ديال الصوجا في لافارس دابا راها بردات عندي هنا الزبده مذوبه باش غادي نطلق الورقه وهذا الفرماج غابي غادي نديرو من الفوق صافي دابا غادي نبدا بسم الله غادي نجيب الورقه ديال الطبيله صراحه خديت كيلو غادي تشد لي ولكن ماشي مشكل نحاول ندير بها بريوات ولا شي حاجه هذه الورقه مشيت لها تبارك الله حتى لدرب غلف هزتها بالماشي ديال درب غلف هذه كلاصه غير هي ناشفه غادي ناخذ زبيده كما كتشوف بحال هكا غادي ندهن الجهه الحرشه هي اللي غادي نديرو لداخل والجهه الرطبه هي اللي كتكون على برا صافي وغادي نبقى ندير بحال هكا حتى غادي ندورها كامله
وعاد ندهن كما كتشوفوا في حال هكا. ندير زبيده، الزبيده اللي كتخليها تقرمش. كما كتشوفوا في حال هكا ليش لبيتيز ماما جدًا جدًا بكم موسي مش هذا حار. ندير شويه الصوجة غادي نخلط صافي، وغادي ندير غادي نخبي هاد لافارس هنا. ماما جو تيم بوكو. ماما جو تيم بوكو. غادي يبقى لي واحد شويه غادي نديرو برايوات ونخبيو لنهار اخر، اولا نديرو دا سيكار. انت ما غاديش نحاول نعمرها بزاف لان تبارك الله ما زعما غير ربعه بحال غير بينا غير ثلاثه ماشي حتى اربعه، وغادي نتعشاو بها يعني ماشي يعني ماشي الغدا، فما غاديش نغلقو. كما كتعرفوا بيان سور دابا راه العالم كامل تبدلوا البروغرام ديال الماكله، فولينا كنفطروا حتى 12. كيف كنتي تبغي غوتي؟ صافي وغادي درت هكا الفرماج، وعاد غادي نجي لهاد الغاكان هذا. سيت ان غاكان وي غادي نحيدو من العظم بحال هكا وغادي نسدو هكا. غادي يجي هكا طريفات محطوطين. انا ما كنخلطوش مع البسطيله دابا باش ما يتفرتتش، فكنخليه هكا. بيان سور راكم شفتو من قبل طايب في المليحه والبزار والثومه، و يعني هذيك فاش تحمر الحوت ولا شامبينيون يعني راه شارب مزيان. صافي هكا وغادي نزيد عاوتاني الفرماج كاين الفلو وشوكولا بده، وغادي نغطيها نبدا نجمع الورقه نبدا بهادي هكا. ماما هذيك القطاطه المسخوطه ناعسه. القطاطه المسخوطه ناعسه ناسات عندريتها لداخل. صافي خليها، انا ما قصتهاش من كنت ناس غير ثلاثه لاصاب. ماما كان لما قصت القطار كانت حتى الحد كانت كتضغط كتضغط ناري ناري تاع انا عضتني في الصباح. صافي ها انتما كما كتشوفوا غادي ندير الزبده. ستا هي مسخوطه بزاف. تيتا صافي، وغادي ندير اخر ورقه هي باش غادي نغطي. غادي ندير لها هكا وغادي نبدا ندخلها هنايا. ابو ماما شوفي ابو هنايا ابو فوق. صافي وغادي نبقى غادا بهذه الطريقه بحال هكا غادي نكمل. صافي غادي ندهنها هكا بالزبده. ها انتما بحال هكا صافي، وغادي نديرها في الفران. دابا غادي نصوب هادو هاد الورقه اللي شرط لي، غادي نحاول هادو نصوبهم دي سيجار. غادي نزيد الزبده مذوبه. لا دعاء ارصاي يا بنتي ولا غادي نزيد نذوب الزبده باش نخدمهم. صافي من بعد ما ذوب الزبده هنا غادي نزيد الفرماج. كم فرماج
فرماج غطي باش نخدم بيه. صافي تيم با لي فرماج غطي. عندي جام با جام با فرماج غطي. صافي غادي ندهن هاد الكزبيده، غادي ندير غير شويه، غادي نحاول نديرهم هادو بسيطلات صغار كاع بالطريقه ديال الورده. رصها يا دعاء، انا كنصوب وهي كتنقب. غادي ندير لهم فرماج هكا مو بنفس الطريقه باش خدمت الاخرى. صافي غادي نبدا هكا. جاتك حاره شتي؟ تحتي في الحر. علاش حطيتي في الحر؟ ايوا حيت بنتي راه كنديرو فيها الحر. سير غسلي فمك سير. صافي بحال هكا. ايوا هانتوما بحال هكا. ندهنها بزبيدة. انا هادو ما غاديش نطيبهم دابا، غادي نخليهم نهار اخر ما يكون فيا ما يدير شي حاجه. هاد الخشبه راه مغسوله. صافي انا غادي نحطهم هنا حتى نسالي وغادي نجمعهم. صافي بركه ما تشربي في الكولا وكتشربيها من الفم نيشان واخا فيك. ماما ما كنضحكش. صافي وغادي نبقى مستمره بحال هكا حتى غادي نكمل هاد لافاغ اللي عندي. شارك. ما تاكليش، ما كيعجبكش الشارك ما تاكليش. زيدون هذا ماشي هذاك الشارك اللي كتشوفي في لي فيلم خايب، هذا اللي كناكلو. وانا كنزرب. ماما هي زربانه. ماما هي زربانه. ماما هي زربانه. انا كنزرب الزربه حيت باقي تبعاني شحال من حاجه والكوزينه باقا مرونه. خاصني ندير المعن في لافيسيل باش يوليو نقيين. باش ما يبقاوش مسخين. اييه يا مسخين ما يبقاو حتى حاجه باش نحطو. صافي هادي اخر وحيده. صح ما تحطيش ماما فيها الحار. ما بضروري بنتي خصنا نديرو الحار ضروري باش كتجي لذيذه. وبعد ساعه انا الوجه ديالي ما يكونش فيه شارك. لا ما تخافيش منه، ما تخافيش، هذا شارك ظريف هذا. لا والله الا ظريف. مات صافي دابا مات وقتلناه وحنا غناكلوه. طيب ونحيد لك منو تشارك وكولي غير لا كروفيت و الكلامر. هادي جات عامره بزاف. صافي بقى غير ما بقى غير واحد ابكاو. لا راني جبت هو باقي واحد ابكاو هنا كنحط في ابكاو. يلا صافي حطيه. صافي هادي اخر وحيده. هادو غادي نديرهم في الفريكو. فين هما اللي غنطيبو؟ ايوا بقات لي الورقه، هاد الوريقه هادي. المهم هذاك القياس اللي عطيتكم قبيله عطاني هاد البسطيله هادي وعطاني اربعه من هاد الصغار. المهم دائما من بعد ما كنصوبو شي حاجه كاين مخلفات الحرب خلاوها. دابا كندير الماعن في الماكينه. الارض حتى هي ولات حالتها. غنكمل نجمع ندير سميتها بسطيله الطيب. ابخي غنصوب واحد الدسا.
البسطيله درتها في الفران لا كويزين صافي. المهم جمعتها، غسلت الماعن، مسحت البوطه. دابا قلت تشهيت صراحه حال الخشخش، ولكن الغالب الله ما عنديش الشعريه الباكستانيه وما عنديش الشعريه ديال الكنافه. انا نورمالمون كنديرها بالشعريه ديال الكنافه، وراه ديجا درتها في لاشين عندي. اليوم غادي نجربها بهذه بالشعريه ديال الصفه. صراحه ما عرفتش كيفاش غادي تجي، واش تجي زوينه ولا لا. المهم انا غادي نجربها وغادي نرد عليكم الخبر. وبالنسبه للطريقه، هنايا غادي نذوب زبيده هكا كي كتشوفوا، مقيله تكون نقيه. هذه عندي المقله غير ديال البغرير ولا كريب، المهم ما كنطيبش فيها الماكله. غادي ندير زبده الذوب، غادي نزيد عليها الفيرميسيل. بالنسبه للمقادير، عندي هذا الفلان كريم كراميل، كاين نستلي، كاين لا كريم فريش، لا كريم شانتيي، كاين كيري، وهذا البسكوي المالح، وكاين الحليب فاش غادي نغمسو. وغادي ندير حتى هذا البسكوي، هذا بسكوي حلو. صافي دابا غادي نصوب الشعريه، نحمرها ونرجع معكم. المهم انا هذه راه ما درتش بزاف، لان ما الصراحه خفت ما تجيش زوينه، درت غير واحد شويه. المهم غير غادي نجرب وصافي. لاسونسييل انني تشهيت هذاك الحاله، بغيت نديرو، نحاول ندبانيو ديما بداك الشيء اللي عندنا في الدار. صافي غادي نبقى هكا حتى غادي تحمر مزيان، غادي نخليها تبرد وغادي ندوز نصوب الكريم. المهم كي قلت لكم قبيله تسالات لي البوطه ونسيتها انها تسالات، حتى درت الشعريه كنشوف هذا الشيء ما بغاش يطيب، ما بغاش يطيب، ويرى البوطه طافيه وانا ما رداش البال. يلاه بدلت البوطه صافي، وهي تحمرت دابا الشعريه، غادي نخليها وغادي ندوز باش نوجد هذا الشيء. بالنسبه للكريم، انا غادي نخلطها في هادي، وغادي ندير كاع المكونات اللي عندي، غادي نديرهم ونطحن. فاول حاجه غادي نبدا بها هي لا كريم فريش. انا الصراحه هاد المره غادي ندير عيني ميزاني، ما غاديش نعبر، غادي ندير يعني 250 غرام، يعني النص ديال هاد لابواط هادي. انا ما لقيتش لابواط الصغار، فاضطريت انني خديت هادي، اما كناخذ غير الصغار كنخدم بهم. ها هو النصف ديالها. بالنسبه لهادي ديال الراعي كتعجبني، هادي الصراحه زوينه بزاف. وغادي ندير نص تقريبا من نستلي. وبالنسبه لنستلي يعني كل واحد وعينو ميزانو، اللي كيبغي الحلاوه يدير زعما اكثر من نص، اللي نص نص بحالي يدير نص وحده. المهم بالنسبه لنستلي كيبقى عليك ميزانك. غادي نديرو هذا الفلان هذا، صراحه واخا ما كاين لا خدمه لا قرايه لا والو، تعب. انا بعدا عييت كل نهار ملي كنمدو حنايا غير لا كويزين لا كويزين. وغادي نزيد هادي لا كريم شانتيي ولا لا موس فاني، غادي ندير حتى هي النص. وغادي ندير أربعة حتى لستة ديال الكيغي، وغادي نزيد شنو غادي نزيد، لا نبقى لي ما نزيد. انا غادي نطحن وغادي نشوف ديك الساعات. عيني ميزاني بانت ليا ثقيله، غادي نزيد واحد شويه ديال لا كريم فريش او الحليب. ما جاتني يعني عاديه صافي، غادي نخليها هكا صافي. دابا غادي نطحن. غادي
اضطروا انكم تبقاو يعني تهبطوا هاد هاد البودغ اللي كتبقى لاصقه هنا كما كتشوفوا بحال هكا وكملوا التخليط. المهم بنتي تبرزي ضروري كما كتشوفوا هكا كتجي صافي. دابا غادي نبداو المونتاج في لافارين. الا بغيتو ديروها في البلا كبير ديال المهم ديال الكراتون، بغيتو ديروها في لانديفيديوال كل واحد شنو بغى. انا بنتي غتحمقي مع القطه دابا صافي غادي نبدا نصوبهم. اما غادي نديرهم في هاد، انا غادي نديرهم في هادو هاد لي كلوش اللي كيتسدو كما كتشوفوا باش حتى الا بقاو في الثلاجه ما يشموش الريحه. وغادي نديرهم في هادو، اللي ما عندوش هادو تقدروا ديروهم في كيسان او في اي حاجه، اولا ديروهم في هادو ديال الفران. انا بغيت نديرهم انديفيديوال هكا احسن. هذا يدار الا كانت اون غروند فامي اللي يعني غادي ياكلوا كاملين مجموعين. الشعريه كما كتشوفوا ها هي هنا محمره. انا غادي نعاود نقول لكم انا بوغ لا بروميير فوا اللي غادي ندير هاد الشعريه هذه ديال الصفه، كنديرها بالشعريه ديال الكنافه. غادي ناخذ هاد البسكوي المالح، اللي ما بغاش المالح يدير الحلو، ولكن هي كدار بالمالح. غادي نغمسو هكا في الحليب وغادي نحطو كما كتشوفوا فحال هكا، وغادي نحطو هنا. انا غادي نحاول نبدا غير بهاد الربعه هادو بعدا على ما نشوف البسكوي واش غادي يكفاني. وغادي ندير واحد الطبقه اليوم كنحس براسي عييت هكا نضربو فحال هكا يعني باش يشد بلاصتو. هانتوما البسكويت تحت، وغادي ناخذ هاد الشعريه هادي وغادي نحاول نديرها هكا ونخرجها كم يعني من الجناب. انا هادي محالش تكفيني لكلشي. المهم غادي نحاول نخدم بها بعدا هاد الربعه هادو هما اللي يعني ضروريين. انا كما قلت لكم راه ما يجي فيني سالي هذا الحجر الصحي، انا بعدا محالش الباباش غادي يخرجني. الماكله عاود غادي ناخذ بسكوي وغادي نولي ونحطوه. اوبس هذه هنا ما دخلاتش، ولكن غادي نهرسها واحد شويه. هذا درت لوريجينال، عندك ديروا هذاك ديال الثومه ديال البصله ولا التشيز، ديروا غير العادي بحال هذا صافي.
صافي وغادي نزيد عاود الكنافه هكا الكنافه لانني مولفه كنديرها بالكنافه. غادي نزيد هذه الشعريه هنايا صافي. هذه الكميه اللي درت ديال الشعريه تقريبا بحرك فاتني لهاد هي هذه بحرك فاتني لهادو كي كتشوفوا هكا كفاتني بقى واحد شي شويش. غادي نزيد نصوب به وحده اخرى هي غادي نديرها بسكوي حلو طبعا نديرهاش بالمالح نجرب بالحلو كيفاش غادي تجي. ها نتوما غادي ندير هادي ونخوي واحد شي شويش غادي ندير غير واحد شويه لانه ما بقاش ونعاود نزيد البسكويت البسكويت كله مهرس. هذا كيما قلت لكم بسكويت حلو صافي. وغادي نزيد هاد الشعريه من الفوق صافي على هاد الشكل هكا. هادشي اللي بقى لي غادي نصوبو غير بالبسكوي. ماما صافي صافي بسطيله هي قربات الطيب خاصك طابت غادي نطبع ليها بعدا من الفوق. اوبلا صافي هادوك البسيطات الاخرين البسيطات المهم هادوك البسيطات درت لهم الفيلم اليمونتيغ كل وحده بوحديتها ودرتهم هنايا صافي. على ما غنطفي على البسطيله غادي نجمع هاد الروينه بيان سور. اليوم عييت دابا شحال في الساعه المهم الليل ها هو دابا الليل غادي نتعشى وصافي ونجمع كوزينتي وغادي نمشي الناس هايا. من بعد ما خرجتها من الفران درت لها شويه ديال الفرماج الحامض وهذوك لي كرافات اللي خليت مهم بسيطه صغيره عاديه جدا. لا كوب ماما داكوغ اتون شتي قلت لكم هكا ملي كنحطوا الفرخ من الغوكا من الفوق ولا المهم الحوت من الفوق من فوق كتقطع كيجي باين صافي. كانت هادي هي البسطيله ديال اليوم صافي دابا سالينا ناكلوها بالصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.